السلام عليكم غيتا. وي بخير صافا لاباس لاباس شويه لاباس. المهم صافي السلام عليكم غيتا. انا كنعرفك وانت كتعرفيني وعارفين قدر انك انت عارف الكوشن اللي قدر نطرحها عليك هنا يعني كيب هاي دي نوع حاش بقى نقل وقال فيت درنا واحد انترفيو في واحد الايفنت دي هادي ربع سنين او ملح او ملح شوي مشكل غير بدن دابا انا غنقول لك شكون هي غيتا وكيدير الاكسبيرينس ديالها مع الكوسبلاي وشحال من عام دابا سلام وي انا اوكي سميتي غيتا عندي 22 عام وبديت كان كوسبلاي في 2016 وحاولت نبدا نصايب كوستوم في 2016 ما بداش القضيه كتصدق حتى 2017 و البروميير ايفينمون ديالي اللي كان ان اكشوال كاركتر وكان هو المانجا افترنون 2017 اللي كان في كازا من تما اي توك بارت بزاف ديال لي كومبيتيسيون اند اي ترايد تو اتند بزاف ديال لي زيفمون ديال لازانين بيكوز ات واز ريلي فان العام اللي فات اي غات ذا تشانس تو ورك مع الوزاره ديال الثقافه for which was the first time a Moroccan cosplayer actually presents cosplay الوزاره I got the chance and then ندوي مع الوزير شخصيا which was an amazing honor he's very nice and very understanding وخد الوقت لانه يسمع كيفاش صايبت الكوسبلاي وكيفاش ساليت تما and في طنجة I was the first Moroccan cosplayer to ever have a fan sign-in which was an amazing success بزاف ديال الناس كانوا very accepting of the idea وكل شيء سولني على شنو هو داك الشيء شنو كندير وخداو لي بوستير وعلقوهم وراوني it was really really nice موراها I took a year break and then now that I'm back كنحاول نخدم على the costume اللي شويه صعب من اللي كنت كندير بين قوسين اذا دابا انت في خديتي البريك واش من بعد كورونا اذا ياك كنا خدينا فيها بريك اظن خديت بريك في كورونا خديت بريك العام اللي فات عاوتاني حيت انتي ما كاينش دابا بقيتيش المغرب ولا في تشاينا يس اوريجينالي مشيت لتشاينا في 2019 وملي طرا كوفيد رجعت وقريت اونلاين ودرت الطاجات ديالي وطو في المغرب وملي عاود حلوا الحدود عاود رجعت لاشين باش نكمل العام ديالي الاخر دابا انتي الاكسبيريونس ديالك ما عمرك ما درتي في الكوسبلاي يعني شي حاجه كرافتين يعني بحالك لا ارمرز نو ولكن side stuff, a gun, a shield, or حاجة بحالكا. I made them, and it's been. إيش هنقول لك؟ المشكلة ديالي هو إنه كنت كناخد بزاف ديال الاسباس وفيها بزاف ديال الخدمة وبس مني شريت the Dremel والكاوية و everything that I needed. ولكن I realized that it's not really that fun for me. I find myself more and then in English كان خيط حوايج بزاف ديال الوقت. If that makes sense. Yeah. وهنا يا since I now live in a dorm room ما عندي لا الاسباس لا البيدجي لا الوقت باش انني نقص نصايب شي حاجه اللي فيها بزاف ديال لي زيتاب unfortunately يعني تقريبا اللي كتلقى خاطرك في الكلاسيك شر ما في اي كلاسيك يعني كوسبلاي كلاسيك يعني في الكوستومز احسن ما ندير اني ارمي ولا كل شيء جيم يس اوكي يس اي ام سو باد ات ميكين دوز ولكن واش فيتي جربتيهم ولا فيتي قلتي شنو خصني نفكر وي بيان سور فيتي جربتهم جربت ارمور ولكن الحوايج جناب بحال فور اكزامبل فور ماي زيلدا ذا شيلد ات واز ريلي ريلي فان تو ميك اي نو هاو تو هاندل فوم اي نو ماي بيسكس مسكولة قارية يس ولكن unfortunately ما عنديش هذاك القدرة على أنني نبدأ بروجي من الأول ونسالي حتى الأخر أم طنبارة دار يعني من وراها من درتي الكرافتين ديال الكوسبلاي لقيتي شنو الحاجة اللي لقيتي فيها صعيبة في الكرافتين والحاجة اللي لقيتها صعيبة في الكوستم في الخيار بحال ما تعمل خياطة كتلقى فيها شي حاجة والكرافتين كتلقى فيها شي حاجة صعيبة في الخياطة واحد المستيك اللي كنت كنديرو غير مؤخرا عاود درتها ملي تكونوا كتصايبوا شي حاجة مرة عبروها على راسكم شحال من مرة كنكون كندير حسابات وكيصدقوا حسابات ماشي وما هذوك وكنصدق شي حاجة ماشي قدي وكيخصني نعاود مال الأول يلا درتها غير البارح
قلت هادي شويه كتبان لي صغيره وحاولت نلبسها وما طلعتش صافي اللي تكونوا كتخيطوا شي حاجه تاكدوا بلي راه تقدروا تسدوها بسنسله ولا بصدافه ولا بلاستيك ولا بشي حاجه اللي سيكيورد انها غادي تقدقوا. وبالنسبه للرغمي الكرافتين بي كيرفول الا عندكم دادر او لا جلوفز او لا شي حاجه بليز بي كيرفول. دي اماونت اوف تايمز اللي حرقت راسي تزرت راسي قطعت شي حاجه از اماكولين كنكون غير كنقطع شي حاجه بحال هكا كتزلق بليز بي كيرفول. اللعيبه هذيك كنتحمل تقرا الحجمان كنطرح كل مره كنجي الحجمان قطع لي دفا السبع مليون شفتو في هذا واحد الجوي كنكون شاد راك غادي كتكون شاد غادي سو بليز بي كيرفول بحال البلاند اللي ساموراي القديم عنده واحد الضربه كتكون عنده هنا يعني الحله ديال السيف نضرب هنا. بالنسبه اللي بنسولك يعني من 2014 قلت ياك 2016 يلا عندي 22 عام 2016 دار او دار الو داك شي داك سمحوا لي لا تير انا غنمشي ندوز واحد البيضه سميتها كوش كلاي كيفاش تقبلوه؟ احنا في العائله كاين ماما وبابا وانا وخويا. خويا اكبر مني بسبع سنين وهو اللي وراني ديزاني وراني جيمز وعلمني كيفاش نلعب ان وراني everything that I know right now. ديما كنقول ليه بلي انا دابا كونسيكونس ديالك انت. واحد النهار قال لي كنا كنتفرجوا في زانيم بجوج بحال ديما ويقول لي علاش ما تحاوليش كوسبلاي هادي نقدروا نكومونديو بيريك من علي اكسبريس وراك كنعرفوا نخيطوا ونشوفوا كي نشوفوا كي نديروا. قلت واخا ماشي مشكل. ملي قلناها لماما وبابا اشنا هو هادشي كيفاش اشنا هو غتلبسي الالوان بيروك ماكياج عندك 16 عام شنو يعني ماشي مشكل. في الاول قالوا لي هاد لازمان مو اصلا انتي بنت وصغيره وغنديوك البلاصه فيها بزاف ديال الناس على الاقل نوصلوك ونشوفوا شنو كاين ماشي مشكل ديوني جيبوني ماشي مشكل. بشويه بشويه ضروري كان خصني نتخارى عندي الحق ندير ماكياج حيت لو كاركتر داير بحال هكا. لا هادشي اللي كندير ماشي شرك. لا هادشي اللي كندير دخل الشخصيه ما عنده حتى شي علاقه بانا انا كبيرسون. راني غير كناخذ لو كاركتر ديال ذا كاركتر اللي ام كوسبلاين وما علينا مني منك مني منك مني منك حتى تتم تقبيل اتفقنا على انه ماشي مشكل. ولا كيخليوني نسافر غير على ود الكوسبلاي شحال مره كنهز فاليزا وكنمشي تران لشي بلاصه اخرى و everything has been very nice since then. They're very supportive بيان سور ملي فهموا بلي راه ماشي شي حاجه اللي خايبه وبلي راه شي حاجه اللي اي انجوي ك هوايه اللي كان يس كنحط فيها الماء الوقت سوري كنحط فيها الوقت لا ماشي انا كنظن انا وقيت قريبا الوحده اللي داروا فيهم انه تلقى فيك يلا حدا وقال لي الوزير لا لا قبل الوزير يلا وقعت العام اللي فات بداو كيتيقوا فيا ملي في 2017 ملي مشيت لاكثر من ثلاثه ديال ليزيفيرمون وكل مره كنوريهم التصاور كيشوفوا شنو كاين فهمتي غير يعني كيقولوا تيقولوا بنتي راه ما كايناش غير بوحدها ماشي مشكل هادشي اللي كدير فيه راه ماشي تخربيق وراه كاملين كيعجبهم لي زانيم وراه ماشي اتس سيف اتس سيف اتس سيف. أما فاش تلاقيت بلوزير ديك ساعة كانوا غير يموتوا من الفرحة ماذا تقول أنا غشت وزير ماشي أفوان واش تقولهم أنت تقول أنا غشنا وزير ماشي لا رضوينا معه أكثر من 3 دقائق وحنا كنشرحوا ليش نوال كوست بلاي مساكن عمرو ما سمعوا به وات يا تلاقي ما هذا هذا ما عرفناش نوال كوست بلاي يس شنو هادشي شنو واو شرحنا شرحت لهم على لا كولتور جابونيز والكوستبلاي من كوستيوم بلين از ا كاركتر ان ا كوستيوم يو نو والبيسكس اند ايفريثين داكشي علاش قلت لك بلي they were very nice understanding and it was a very nice interaction you know كنت خرج فرحان يعني ما انت شي وقيله كتستريس بزاف يعني كتبان شويه مهايبي هذيك ماشي واحد ضرب القهوة ضرب أنا ديما ضرب القهوة لا بزاف طيب أيوا شنو كديري بعد مع ستريس بعد في هاد المواقف
لا في الكومبيتيشن I'm sure really everyone relates to this. مني كتكونوا في a backstage and then you get into costume, you put the makeup on, ودابا خاصك تخرج. That was very very stressful for me. كنبقى جالسة. ولشيت صورة صورة من جهة خايبة وبنت عوجة وأنا دوست دابا ساعة وأنا كنحاول نقاد في الشرطة هي هذيك ولا عايرني شي حد ولا شي حد ظن بلي راه أنا ما درتش الكاركتر جاستيس ورا ما يدوين ولا بغيت تخرج وكنبقى جالسة لا ماشي مشكل خدمتي على هادشي ربع أيام وأنت كتخيطي في هاد الشرطة سبع أيام وأنت كتصبغي في هاد ماشي مشكل يو وركت هارد فور تس غير خرجي صافي من الاخر كتلقاي راسك كتلقى خرجتي كاين بوزيتيف نوت نيجاتيف تو بي فيري اونست ذا بوبليك از فيري 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 نايس وديما كانوا بوزيتيف ريسبونسز و ذا انتراكشنز كيكونوا ديما غزيولين 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 او اي لاف ماي بيبل دابا انت كاين في الحاله ما كاينش المغرب وكاين في تشاينا اذا تكون شي الفرق بين المغرب في الكوسبلاي وفي تشاينا تقدر تقول الفرق تقدر تقول الفرق بيناتهم عاوتاني تلقيتي سلعه موجوده كيف تنقولوا يس اي ثينك لو فيجي انه في المغرب صعيب علينا ناخذوا بزاف ديال الماتيريالز بحال مثلا ملي كتكون باغي واحد النوع بالضبط ديال غيبون ولا توب ولكن هنايا it's very very easy to order anything online في المغرب it's not easy to order anything online وخلاص هنايا الكوسبلاي is more known و people are more familiar مع الكوسبلاي منيتها the cosplay is كتر والهوبي is more common بما أنها كاينة بزاف دونك بيان سور كاين الماتيريال على ودها وبيان سور كاين بزاف ديال السوبر عليها في المغرب it's very very difficult to even get materials عاد get something good ما عندناش بزاف ديال الشوخ كنظن أن إذن هاد الحساب هذا كنظن أن في تشاينر في الكوسبلاي واخدينو كان هنا Yes, there's a. I was very surprised for shift بلي كاين talent agencies بحال les agences اللي كي scouting ويقلبوا على لي موديل كيقلبوا على cosplayers because cosplayers can work في الإشارات ديال stores إشارات ديال shops إشارات ديال gaming. غير غير مؤخرا حيحد أنا واحد shop ديال أتاي well. بوبا وأتاي وقهوة وده advertisement or cosplayers ديال Genshin Impact it was so cute يعني كل اللي cosplay كتلقى أنهم مطلوبين تمايا غير على قبل publicity ولا شي لعب حاجة yeah it's very very welcome more a lot more common بلان يعني مكين يعني كين طالب تمايا كنت أنه إلي كان أدي حساب هذا غتلقى أتيني المساريح او تقدر انا تكون كتقرا مثلا ولا شي حاجه كلاب كتبقى غير كلاب يعني اوف كورس في ماي يونيفرسيتي كاين ان انمي كلوب و دي كوسبلاي و كي دي ريهرس دوك ليتل دانسز ان كوسبلاي و بيرفورمنسز جست فور فان اتس سو كيوت I think in every school or university, there's an anime club where, like, they discuss les animes or manga that they watch. Okay, they watch them together, and cosplay is of course included when you say anime. يعني لفونتاج اللي عطينا وعطينا كثر من إحنا بشي مدة. Well, to be fair, oh sorry. بالنسبة للcompetition في China ولا أتمنى قلش تيجي event أنا مش تيجي event. I did my homework. I've done school stuff. Okay. To be part of a serious competition, Hinaya, you need to have at least 10 cosplays that are different. For example, this type of anime, this type of costume, this type of blah 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 blah. You need to have a portfolio اللي display ديال your work كيما كان. وإلا بغيتي تزيد في النيفو ديال داك الكومبيتيسيون خاصك تكون عندك experience من شادي. درتي في دي كومبيتيسيون قبل. Or preferably ربحتي في شي حاجة درتي شي حاجة قدمتي شي حاجة performيتي شي حاجة المهم شحال ما كانت عندك experience شحال ما كتطلع في chart ديال the competition it's taken very 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 seriously so I think what I see the most who are cosplayers غير attending the cons غير attending les events غير cosplaying أما إلا بغيتي تشارك في الكومبيتيسيون خاصك على الأقل تكون عندك performance اللي واجدة اللي
القادة اللي ما فيها حتى شي mistake because you're competing with other people اللي تهم عندهم دي performance creative و dances و songs etc plus the experience جينا دي حسابة في كل competition كتكون عندنا شي شروط وال yeah عندك يعني خاص يكون عندك performance الكوسبلاي خاص يكون يعني minimum performance ضروري ما كاينش كاع شي competition اللي فيها غير defile ولا غير الكوستوم ديالك من البعيد يعني او القليله خاص يكون عندك 10 بعدا الا بغيتي على حسب كاين داك كومبيتيسيون اللي غير بيرفورمانس صغيره وشي حاجه ولكن ملي كتطلع نيفو شويه كيولي خصك بورتفوليو ان اكشوال ديسبلاي اوف يور ورك يعني ملي عارف الشروط مثلا ديال دبليو سي اس اوف كورس يعني في الشروط ديال دبليو سي اس غير واش نفس البلان ديال تشاينا ولا باش تقبل الواحد نو if you read the latest article ديال the rules ديال WCS it was انو the cosplay خاصو يكون من Japanese anime ماشي من شي حاجة اللي westernized ماشي شي حاجة ضروري خاصو يكون something ولا شي حاجة بحالك yeah it has to be an origin من Japan they check انو the costumes are handmade it has to be handmade من الاول من scratch الا كانت غير شي تيشيرت اللي صبغتي ولا شي حاجه خاصك ديكلاري بها and you get less points the makeup or the wig styling has to be something اللي خاصو يبان من stage من البعيد and the performance فيها شي I think you get more credit if you perform the entire 2.5 minutes or 3 minutes and it has to be 3 minutes oh okay so you have to work on something that's like a show she has only has to be seen من البعيد not just nice a passing costume يعني قلت شي تقريبا حتى في الكوستيمز كيتقلبوا بانه باش تشارك في كومبيتيشن يعني of course or you have to show them the steps of how you made it because less people spent months or the entire year from when the first time they win the competition to get selected ل WCS وهما العام كامل وهما كيخدموا على الكوستيومز ديالهم وموراها كي rehearsal their performance it's really cool yeah نخرج شويه ثاني يعني انت كيفاش كدير المغرب باش انه مثلا يشارك بحال اللعيبات هادو اللي بحال كومبيتيشن على برا شنو نقدروا نقولوا حيت حنا عارفين دابا انا وياك عارفين النيفو ديالنا وعارف لي زيفيرمون ديالنا انا سولت فهمتي شنو نقدروا نديروا باش ان الكومبيتيشن تزاد عندنا في المغرب حيت اصلا حتى من بعد كورونا الكومبيتيشن يس اي ثينك بلي كوفيد واز ا فيري ديفيكولت بيريود لكل شيء سو حتى الموتيفاسيون وكل شيء بصف ديال الناس were like I don't want to do this anymore صافي شي مهم يعني شنو نقدر انا بنادم يحتاج انك باش تعاود تموتيفي باش يشارك في كومبيتيشن على برا تشارك في كومبيتيشن على برا الاغلبيه ديال باش انك توصل الكومبيتيشن على برا worldwide you have to win the competition ديال بلادك or your region so I think the first thing هو انه خصنا نكونوا good enough to be noticed باي هادوك الناس ديال برا باش يجيو يديروا لنا شي حاجه هنا باش نربحوا في شي حاجه هنا باش يبيعوا لنا داكشي علاش the only option اللي عندنا كما قلتي هي اننا نموتيفيو راسنا مع بعضياتنا and like try to do better اننا نوصلوا للنيفو ديال the others اللي تا هما عندهم حوايج بحال هكا which is why I insist that cosplayers should do better. For example, if you make a cosplay, please make sure really it's accurate. I know really the resources ماشي بزاف. I'm not gonna lie to you. أنا كنت غير بس تلقى اللون اللي غيجيب على اللون ديالتو بلقيت السمانة اللي فاتت. Donc I know really it's not easy. It's horrible. ولكن I think really effort ديما كيبان. So when someone actually takes the time or spends effort into making something ديما كتبان وإلا بانت مزيان و enough we're gonna make it the competition ديال برا ما ممكن يعني أصلا النيفو ديالنا حنا راه طالع راه ماشي منازل ولا شي عجب كيفاش نقول غير حنا كنرقعوا بحال مثلا عندنا حنا راه ماشي نرقعوا جرا بحال مثلا انتيا
كين بيردمان اللي هو تما شي واحد بس كاين سناء زكي ايفر ستوب كين اتي اليوم مسكين مريح هنا وكين عثمان ايوه ديرهم معلقهم هنا شد ذا فيري بريتي يس طبعا زيرو افش هو طبعا نيس شكو شحال شحال نسول عثمان شحال في الطوله دي هاي يقول لي واش اسد ا3 تقريبا الا متر مترو مترو على 75 مترو ما صغاش شد كامل شد الحيط كامل يعني اصلا تني فو ديالنا طالع ولكن ما معروفينش بحال دابا انا ملي كنت كندير لي زانترفيو مع مع المشارق ودي ما عارفيش المغرب العربي هو راه عنده الكوست بلاي عنده أن الدراري كيديروا الكوست بلاي عندنا لي زيفينمون يعني بحال كيف نقولوا في المشرق العربي حكي وصلت لحد ما يصر وكيعاود يرجع كنا دي غير البارح انا وعثمان في الانترفيو هذه انه كي وصلت تما وكيعاود يرجع الا كانت حاجه قليل اللي كي تضرب طلع المغرب العربي كيشوف بحال كي كيقول غير كينقبوا ما هذه اللي كتجيني انا شويه ناقصه حيت حنا راه كاينين قاصحه ها كتجيني حنا بحال مثلا الكومبيتيشن كاينه في مصر اللي عرفنا حنا سوميع انفورماسيون نعطيها لك 12 ايفينمون في العام هذا قرينا حنا في الرولز ديال ماشي في السيت ويب ديالهم انه 12 ايفينمون في العام جوج تيكونوا كبار من ديك 12 يعني 10 صغار وجوج كبار جوج كتشوف كوارتل مره فلان اوكي شحال واحد كيربح في الكومبيتيشن 10 ثلاثه الاولين ثلاثه الاولين بيك برايس وجوج الاخرين غادي تنقص و يعني وقله من 5 من 5 من 6 لتحت السيم برايس يعني بحال قلتي كلهم كياخذوا نفس الثمن يو ميد التوب 10 بحال ممكن توب 10 ولكن الاولاني كياخذ تقريبا وقيله 10 المليون واقع لا تمشي نعاود ندير كونفرت يعني اصلا ملي غتجي غتقول لي ان هي في الكومبيتيشن غادي تشارك وتاخذ برايز وي انا وغنوض نقول لهم السلام عليكم انا مشارك ما تخلينيش انني صافي نقول بناقص بقيت باغي نشارك بقيت باغي ندير تحم حاجه بحال مثلا مثلا في دبليو سي اس كاين الكومبيتيشن كياخذ فوق 30 مليون دولار مع 30 يا دكتور ولكن هذوك راه سبونسرد كنظن وقرا واش 30 ولا ما عرفتش ما عرفتش حتى انت كد من البرايس من عند نحطو يعني ديال ال دبليو سي اس 30 مليون 30 مليون مغربيه 30 مليون مغربيه تيكي دولارز ما عرفت لي ما 30 مليون مغربيه 30 مليون مغربيه يعني باش انا تتقول الدوله تقول الدوله ها انت يعطينا شي حاجه راه حنا قال لي فاتشاركنا راه عندنا واحد برايس كبير نقدروا نجيبوا البلاد اذا اي نو ولكن غير في المغرب كاع اللي دابا حاول يدير شي ايفينمون في شي بلاصه بوبليك ديما كيتعكسوا معاه في الاوراق وديما الدنيا ما حماناش عادي ما ولفنا كنا بحال الرقله ولفنا كاملين ما نمشيو على الدوين هذا من شنو النصيحة اللي تقدري تعطي للدراري اللي هما يلا غيب هذا في الكومبيتيشن ديال الكوسبلاي يعني الحوايج اللي يديروا الحوايج اللي يديروا الحوايج اللي ما يديروش يعني مثلا ما تحاولش تفكر أو انك تعاود تجرب هذه اللعيبه هذه راه از نوت وركينغ اي على سؤال بحال مثلا الاكسبيرينس ديال الخياطه مثلا يعني ما تفكرش كيف قلت انت عبروا على راسكم ما تسناوش حتى تساليو الكوسبلاي ديالكم عاد تقولوا بلي راه 100% غيجيني شحال مره كنعبر شحال شي حاجه يا اما كتصدق كبيره ولا صغيره ولا ملي كنخيط كتصغار ولا كتكبر اي دونت نو اي عبروا كل مره تخيطوا شويه عبروا دونت ايفر هذه صعيبه شويه ولكن اي ثينك اتس نوت نايس انكم تخليوا الخدمه حتى لاخر نهار داو دايز فين كنت كنصبغ حتى الصباح ويا اما الصباغ ما كتنشفش وكنصدق مجلخه الناس ولا مجلخه راسي المهم it's horrible I'm so sorry ولكن do your best to try and finish your projects before
It's very nice to I encourage people to try to have performances. I think we're very sick of having people just stand on stage and get down. So if you really like the character you're making the cosplay for, from, learn something. I don't know if you have a skill in انك تعرف تنقز ولا roll down, just try something. تدخل في وسط الكاركتر وصافي. انا هذا يعني yes تبنى الكاركتر. And I think we should all be prepared to have to perform something. Because حمي مراك نمشي لزيفان رو أنا ما أولش أنني to perform something, ما أولش أنني ندوس on stage أصلاً. But unfortunately, إما كيكونوا less numbers of cosplayers أو لا, and a competition just randomly pops up in front of you and you have to know how to do something. هذه من المشاكل اللي قدرة نصحبه. الحوايج اللي قدرة مثلاً تعلمتين في الكوسبلاي. أول حاجة خياطة تعلمتها في كوسبلاي. هذه بينا. لا. ستر كبير. خياطة. الكوسبلاي علمني بزاف الحوايج, ولكن بديت الخياطة ملي كنت صغيرة, كانت جدتي كتعلمني كيفاش نزوق الكبابط بالعقيق. شي واحد الخطوة صغيرة وكان وردة فوق الكبوط, مثلا كبوط زرق أو ريضة صفراء أو ريضة حمراء, هكا كتعلمت نخيط أول مرة. والكوسبلاي أوف كورس ما كنت كتوقع بلي غادا نخيط سراول وكبابط وصايات. سو تا واز كملي. تعلمت ندوي مع الناس. It's something اللي I used to avoid, still avoid. ولكن unfortunately when you're cosplaying غيكون عندك a public قدامك. The better your cosplay, the more people اللي غيدوي معك. The cooler your cosplay, the more people اللي غيصوروك. The more detailed your cosplay is, the more questions اللي غيسولوك الناس. So be prepared. And شحال من مرة I know بلي a lot of cosplayers relate to this. كان سالي ولفنمون بالباتري طافية, ولكن راه ماشي لفوت ديال هذاك آخر واحد دوا معك أنه الباتري ديالك طافية. So even when we feel بلي راه ما بقاش عندنا في نزيدو كلمة, I think it's unfair and to not give the same energy to everyone. So sometimes you just suck it up ودوي مع كل شيء شحال ما قديت. يعني تعلمتي كيف نقولوا احنا الكونفرسيشن بعد الله اللي كان تجي ستريس كل ما يعرف يدويك بحال يعني. Yes. بحال دابا انا شويه منغلق على راسي, ما كنتش كنعرف ندوي مع بزاف. أقول لي بحال بين خمسة درجة دينا فغاش يدهم معايا تقول لي بعد مني دابا جي دوي ماشي مشكل. yes. تا أنا شي واحد جاي يقرب ليك سمايل, you know, you never know. بيان سيغ ملي كتكون كدوي مع الناس ما كتعرف شنو غيجيك. So be prepared everything and make sure to set your boundaries, especially for girls. Cosplay is not consent. So please remember to remind people, and just because you're in a costume doesn't mean it's an invitation to anything. You don't owe anyone anything. So, yes, boundaries are important, no matter who you are. Okay, نقول لك يا طال conversation, شنو أخرى تاني؟ painting بالنسبة لها. I suck at painting so much. ولكن أنك تصبغ توب حسن من أنك تصبغ EVA foam, because you never know كيفاش غادي تنشف لك صباغ ديال EVA foam, واش خاصك تنشف في الظل ولا في الشمس ولا واش غتبرقع ولا واش غتطوى ولا غتكمش. ولكن when you're sewing fabric, your only concern هو واش غادي يمشي في شي يمشي ملماس. ملي كتخدم بصباغه acrylics اللي شويه تقال كتقشر مره ما كتنشف. سو نورمالمون في الايفافون او الايفافون باش كتصبغها ديك الشيء مشات ليا. ما كاينش كان الوان بومبا بومب هادي هذيك هذيك هي غير باش كتصبغ حاجه, هي باش كتصبغ الدراري باش انها ما تقشرش لهم. يعني بحال مثلا في الوقت كنديروا الكولا ديال العود اللي كتضرب في الايفا. يس كولا ديال الخشب باش نشف ياك من وراها عاد كنديروا ديك ممكن ممكن انك عاتيني ما تعصرهاش يعني ما تخواش يعني يا ديك
بس بالعقل بس بالعقل بس بس بالعقل هذا مو الحوايج اللي كيخلي انك تيوقع لك انتي كتبغي بالشتا لا بس بس في الالوان اللي كنلقى عند دروغري سيلفر جولد البيض الزرق الالوان اللي ما كنلقاش اي يوز اكريليك اكريليك وبزاف ديال الطبقات بيكاز كنبغي اللون يكون فاقع بحال الزرق ديال شيلد ديال لينك زلدا there was a lot of layers ما عندك تكلعب ديال السلايد تخلط الالوان باش تصبغي ديريكشن بلا ما دير صافي نسى نخلط الالوان زعما كاين باش تخرج نفس الكالر اللي بغيتي انت يا اي دون نو اي اي كنتي كتيوقع لك اللعبه ديال كتحطي الاولى عاد كديري الكوش الثاني بحال هكا ولا كيفاش في الاكريليك ديال البسيتة الطبقه الاولى مورا ما يتنشف الكولا ديال الخشب الطبقه الاولى بيض وموراها اللون المهم هذه خليتها تخلي بلان هذا من صح نجح يعني غير هادي اخرين اللي تعلمتهم مثلا في الكوسبلاي في تشاينا مثلا تشاينا what I'm enjoying here هو يس كملي صافي كملي شكرا thank you what I'm enjoying here هو انه it's very very easy to take pictures والجو زوين وكاين بلايص where to take pictures without people judging you so I think that's amazing حتى المغرب كيف انت تاخذ صور زوين يعني خاص غير داك I know غير عندنا الشكل كلعب ديال العام الشكل كانت كتجيني بشكل مخرج يعني كوسبلاي دابا تقدر لي تجي المغرب واش تقدر تخرج بكوسبلاي ولا لا for a purpose yes نخرج غير باش نخرج لا لي غلط ولكن اف اتس فور ذات لو الا كان تشاينا تقدري تخرجي عادي نقدر نخرج كنكونوا جالسين في لاكونتين تا كيبان لك ناس ان كوسبلاي كنكونوا جالسين كنترشاو تا كيبان لك ناس ان كوسبلاي اتس فيري فيري نورمال ان هير اند ذاتس لايك ا هيوج كالتشر شوك ديال انو كوسبلايز ار ايفريوير واحد المره دخلت ماكدونالدز لقيت بلي الناس كاملين ان كوسبلاي اي ثينك كان شي ايفان وحده ماكدونالدز كامل كوسبلايز كل شيء كي مشط في البيروك كل شيء كي صبغ كل شيء كاس كي يأكل واحد الحالة it was amazing I was like ليش ما كانوا عايشني ليش ما ما كانش فراسي كلام فيديو لا كنت ما عرفتش خاص من يشارك خاص من يشارك ما كنت فكرش أنك تشارك ما I'm working on my portfolio. I made a lot of progress on making something that displays my work, and I still need to. I don't know. I want to take better pictures of what I have. You know. Cool. Because. Thank you. Thank you. شنو النصيحه اللي تقدر تعطينا او نزيدوها في لاباج اب شنو الشيء اللي نقدر نزيدو في لاباج I thought about that and I told you really I think what's working best on Instagram right now huma short videos so from every interview you shoot الى كان شي بارتي كضحك او لا شي بارتي interesting او لا شي بارتي intriguing that would make people want to watch it it would be best to display it maybe before the interview or before the interview before the مرات اسمح لي before or after had the marketing teams ديال for example Netflix shows ولا شي حاجه كيبقاو يقطروا 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 من داك الابيسود كل شويه كتلقى لقطه that would be amazing نحاول نقدم عشان ملي كنت كان مونتا كنحط صافي يعني بحال ماشي مشكل غير انا من الفيديوهات ما كناخذ من زعما كاين انه كيفاش نقول بالدارجه انا عندي كنحاول نتكلف اكثر من ما يمكن باش انني نبسط الامور ونحطها في السلام طاج كيف ما طاج كيف بغيت كيف ما بغيت يعني ما كيفاش نبقاش نحمق راسي انا اجي لا ماشي هادي حطها اجي قطعنا صافي بحال ماشي ديك الدبلاصه شفت الفيديو صافي نحطو بديت تشوف مرحبا بديت ما عندنا ندير ماشي مشكل ماشي مشكل the fact that you're taking the time thank you déjà le fait what you're doing is already amazing donc comprendre this is just to help people يكونوا more curious باش يشوفوا شنو طاري فهمتي
بحال مثلا في مصر السعوديه على العباد البحرين. اصلا الصدمه اللي جاتني انا اللي جاتني في كل هو النيف ديال مصر. I was talking to a friend مؤخرا وقال لي بلي المصريين عندهم نيفو طالع في كل شيء, and I was like yeah I know I see their cosplays it's amazing. هو كان كيدوي على الجيمين. ما في الجيمين بقى حتى المغرب كان كيدوي. Yes I know. عندنا في قرية في المغرب عندنا بلاك اوبس سميتو بلاك بلوبس ماش بلاك اوبس فرقة كانت كانت عندنا سميتو فوكس جيمين. فوكس جيمين يا فرقة ديال فوكس جيمين وكاين بلاك اوبس هاد فرقة هما اللي كاينين في النيفو ديالهم طالع. شاركوا تقريبا انت في فالو كاملين ساكن في ليجند يعني كاملين ساكن غير بتما طالع. المهم وما طالع احنا تابعينهم مزيان نحاولوا نديروا معاهم حنا في الجيمين هذه. المهم شكرا انك اوف كورس علاش حتى سمعت لك هذا. لا غير ما صحتكم ابسو صح. بعد اذا شي النيفو ديالنا شي النيفو ديال مصر شي النيفو ديال الكويت السعوديه انا هذه اللي بشكل انا هذه المفارقات اللي بيناتنا جاتني فلاب. انا اول واحد جاتني خاص بنادم يشوف هادشي. نحاول اللعيبه ديال الفيديوهات نديرهم تقريبا ندير فيهم تقريبا من السيمانه الجايه بدا نحط فيهم لان رجع من الفيديو الاولاني. يا داكشي فين ما تفكرتي شي حاجه قبلت لك كضحك كل شي حاجه اللي كان المهم شي فيديو قصير بيكوز اي نوتيس بلي بنادم ما كيبغيش يتفرج في شي حوايج اللي كيكونوا طوال they're more consuming. نحاول ندير ناخذ لقطات ولا نقول لعثمان ما شوف فيه بعض المرات اقول لي تفرج فيديوهات اللي كنقولوا ديال لقطات زوينين من هنا نضحكوا شويه. اسنات يعني ما كنضحكوش على الضي لا ضحكوا كاملين كل شيء ضحك ضحكوا كاملين كل شيء ضحك كاملين يس بحالك يعني مش غنقول اللي بدينا. شكرا غيتا of course thank you so much for having me. هذا ما كان عندك شيء اذا بغيت تزيديها ديالك. personally I've been working on بزاف ديال الحوايج recently so I hope you guys are as nice as you are always to me. Well, thank you so much for always being so supportive. It's impossible شحال I get of messages غير في هذا الصيف هذا شحال ديال الناس سولوني علاش ما جيتيش لهادي علاش ما جيتيش لهذا فينك في هادي فينك في هذا and that it's really 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 nice of you guys so thank you and I hope I always work as high as you expect of me. شكرا. cool. اي واحد باغي لاباج ديالنا غنخليها في بين قوسين راه كاين بوستر ديالها في لاباج نيت ديال هايكيو. yes I'm still working on more posters اللي كاليتي زوينه بزاف. I really like them already. يعني كاين اللي باغي البروفيل ديالها غنخليها في لاباج. اي سؤال اي كومنت خليونا في تحت. شكرا thank you so much bye bye.